من ضمن الأخبار الجيدة النهاردة أن مؤشرات البورصة أنهت تعاملاتها الأسبوعية النهاردة على ارتفاع جماعي هو الأعلى من أكثر من 3 سنين ونص. الارتفاع ده تجاهل كل المخاوف من ما يتردد عن أنه في عنف من جماعة الإخوان والجماعات المناصرة ليها في احتفالات الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير المقررة السبت المقبل. رأس المال السوقي للبورصة يعني ربح بنحو 1.8 مليار جنيه وسط مشتريات واسعة النطاق للمستثمرين الأجانب. هناخد فاصل وراجعين بعده نكمل جولتنا الإخبارية لأهم الأحداث اللي حصلت النهاردة في مصر. راجعين بإذن الله.